السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضوء قناة أسأل وأسأل على وصفات حبيب قلب الزكاة. القناة النهاردة معانا في الفيديو وصفات كتيرة مختلفة لسناكس ومقرمشات بالمعجنات، سهلة جدا جدا وسريعة في أقل من دقيقتين بتقدري تعمليها. معانا أول وصفة هنا نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعليهم بابريكا وشوية من الملح، رشة ملح، وكوباية كبيرة من المية الدافية، وهنعجن كويس جدا جدا. بعد كده هنضيف عليها ربع كوباية من زيت الزيتون، وهنعجن كويس جدا جدا ونسيبها ترتاح 10 دقايق. وبعد كده هنفردها بالنشابة وهندهنها بيض وزبدة سايحة، وبعد كده هنضيف ليها جبنة ميكس جبن في النص ونتنيها على بعضها كده، وبعد كده هنفردها بالنشابة ونقطعها قطع صغيرة بالشكل ده كده، ونضيفها في السمسم والحبة السوداء، ونضيفها في فرن على مفروش ورق الزبدة، وندخلها الفرن درجة حرارة 180 لمدة 3 ساعة. الوصفة اللي بعد كده معانا العجينة الجاهزة او الباف باستري، هندهنها زبدة سايحة، بعد كده هنرش عليها السكر بالشكل ده كده، ونبدأ بالنشابة نفرد السكر كويس جدا ونثبته على العجينة بالشكل ده كده، هنمسحها بالزبدة السايحة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هننزل عليها نغطيها بالسكر خالص خالص تماما، وبعد كده نبدأ نلفها من الأطراف بالشكل ده كده، نبرمها كويس جدا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بالشكل ده كده، وبعد كده هنقطعها بالسكينة قطع متساوية بالشكل ده كده. هيكون معانا صاج الفرن ومفروش ورقة زبدة او صاج الفرن، وهندهنه زيت، رشة من الزيت، وهنرص المعجنات بتاعتنا بالشكل ده كده، والفرن يكون محمي مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 3 ساعة بالشكل ده كده. هتطلع معاكي بالشكل ده كده، هتعجبكم جدا، جربوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة السهلة والسريعة وافكار جديدة كتيرة كل يوم. معانا العجينة الجاهزة الباف باستري او عجينة البيتزا الجاهزة، هندهنها زبدة سايحة، بعد كده هننزل عليها ونغطيها بميكس جبن مبشور بالشكل ده كده، وبعد كده بالنشابة بتاعتنا نبدأ نضغط على الجبنة على العجينة عشان تثبت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بالراحة كده، واحدة واحدة لحد ما نثبت الجبنة كده بالشكل ده كده. وهنبدأ بقى بالسكينة بتاعتنا نقطع قطع رفيعة بالطول كده، نحاول تكون قطع متساوية بالشكل ده كده، زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده في صاج الفرن هنكون دهنينه زيت على خفيف، وهنبدأ نرص العجين بتاعنا وهندخله الفرن محمي مسبقا، ويطلع معاكي بالشكل ده كده لذيذ جدا وجميل، والأطفال هيحبوه جدا جدا، جربوه هيعجبكم ان شاء الله. الوصفة اللي بعد كده تحفة جدا، جربوه. معانا كوباية من الزبدة هننزل في الحلة بيها
معانا كوباية كبيرة من السكر. هنبدأ نقلب كويس السكر في الزبدة لحد ما يكون على شكل كريمي، وبعد كده هننزل ببيضة كبيرة ونضرب كويس جدا جدا لحد ما العجين يكون زي الكريمة معاكي. بعد كده هننزل بالدقيق بتاعنا، كوبايتين كبار من الدقيق، وهنعجن كويس جدا جدا. وبعد كده هنسيبها ترتاح شوية، وهنعمل الخلطة بتاعتنا التانية. كوباية من العسل الأبيض، وعليه معلقتين كبار من الزبدة، وتشكيلة من المكسرات، اللوز والجوز وعين الجمل بالشكل ده كده، وهنقلبهم فيهم دقيقتين. وبعد كده هنفرد العجينة في قالب الفرن بتاعتنا، وهنضيف عليها الخلطة، خلطة المكسرات اللي عملناها بالشكل ده كده، وهندخلها الفرن لمدة نص ساعة، فرن محمي مسبقا. الوصفة اللي بعد كده معانا نص كيلو من الدقيق، رشة ملح، رشة سكر، رشة بابريكا، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهنعجن كويس جدا جدا. وبعد كده هنضيف 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وهنعجن كويس جدا جدا. المية بتاعتنا تكون دافية، كوباية كبيرة من المية الدافية اللي هنكون بنعجن بيها. هنعجنها كويس جدا جدا لحد ما العجينة تبقى ناعمة وتتماسك جيدا معاكي. بعد كده هتسيبيها ترتاح نص ساعة. بعد كده هتبدأي تفرديها بالنشابة وتدهنيها بالزبدة السايحة وميكس جبن بالشكل ده كده، هتتنيها على بعض بالشكل ده كده وبالنشابة تفرديها زي ما انت شايفة. بعد كده تدهنيها بالزبدة السايحة، وبعد كده هتقطعي قطع صغيرة بالسكينة بالشكل ده كده، وفي السمسم هتقلبيها في السمسم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. كل قطعة في السمسم، وفي صاج الفرن مدهون رشة من الزيت كده. هنبدأ كل قطعة نلفها شوية كده زي ما انتوا شايفين كده، وهنرصصها في الفرن، وهندخلها فرن محمي مسبقا لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده كده. جربوها هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. الحلو الاطفال هيحبوها جدا. زي ما انتوا شايفين كده تحفة تحفة، وسهلة جدا وسريعة وبسيطة. معنا الوصفة اللي بعد كده، معنا نص كيلو من الدقيق، هنزل عليهم برشة من الملح، معلقة من السكر، هننزل بنص كوباية من زيت الزيتون، كوباية من المية الدافية، وهنقلب كويس جدا. هنخلط المقادير كويس جدا جدا بالشكل ده كده، وهنعجنها كويس، وهنسيبها هنغطيها ونسيبها ترتاح نص ساعة او 10 دقايق، هنسيبها ترتاح شوية. بعد كده بقى هنفردها بالنشابة خالص بالشكل ده كده. هندهن صينية فرن مدورة برشة من الزيت، ونفرد العجينة بتاعتنا عليها، ونبدأ نعمل اي حشوة انتي تحبيها. هنحشي بالسبانخ، معلقتين من الزبدة في طاسة على النار، وبصلة مفرومة والسبانخ بتاعتنا مقطعة، وهنشوحها كويس مع البصل والسبانخ، وهنضيف عليها ميكس جبن، وهنقلب كويس لحد ما تستوي بالشكل ده مع التوابل. وبعد كده هنحشبها العجينة بتاعتنا، وانت تقدري تحشي بيها اي نوع يعجبك، وهتغطي بباقي العجينة وتدخليها فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الا ربع، وهتطلع معاكي بالشكل ده كده. ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم. ما تنسيش تعملي لايك، وما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة، واشوفكم في فيديو قادم.